اليوم الأحد 15/8 تم بحمد الله تعالى حمولة 20 طن متجهة إلى المدريات الآتية: الشرقية 3 طن، القاهرة 4 طن، المنيا 4 طن، أسيوط 4 طن، الدقالية 3 طن، السويس 2 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة مدير المدريات. وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة الحد 15/8 محمل 4 طن لحوم صكوك أضاحي متجه إلى مديرية أوقاف المنيا. 15/8 محمل 2 طن لمحافظة السويس.